تستاهلون يا حمد، والله يعطيك العافية. مشاهدينا متابعينا الكرام، إلى ختام المتسابقين مسفرة الرزق، ويتواجد مع سعد الغرمول أبو ناصر، تفضل. يا هلا يا سلطان، معنا آخر المتسابقين وإن شاء الله نقول ختامها مسك. معي مسفر الرزق، مرحبا يا مسفر. الله يبقيك وطول عمرك. مسفر، كنت متردد باختيارك عمل اللايف في البروفات، وش كان السبب؟ وهل أنت واثق من اختيارك؟ أول شيء وأنا أخوك للحان واجدة طال عمرك، والأبيات واجدة، لكن احنا يا طويل العمر نحرص على الشيء اللي يحيز على أرضاء الجمهور واللجنة. نعم. ونقول إن شاء الله نحن اخترنا الشيء اللي إن شاء الله نبدعه في المسرح إن شاء الله يحيز على أرضاء اللجنة. كفو يا مسفر. كفوك الطيب نفسك. الله يوفقك قدامك مسرح الشارع. وياك نفسك. تفضل. مشاهدينا خلونا نشوف استعدادات مسفر من خلال هذا التقرير. والله شوف أنا أخوك مشاركة والله مي باللي في الخاطر، لعلها حصل فيها توتر ارتباك، مع أن يعني والله مو بعذر التوتر ولا الارتباك، لكن نفس ما تقول عثرة حصان، ونحمد الله ونشكره ونقول إن شاء الله نحن نبدع في الحلقات الجاية. وبالنسبة للمشاركة الأولى في البرنامج صراحة ما كنت يعني مجهز لها أو مجهز الألحان أو الأبيات، كانت يعني مثل ما تقول مشاركة كبداية برنامج، ما ندري وش السالفة، ما ندري وش الأبيات أو الألحان اللي تجي بالبرنامج، ولكن الحمد لله رب العالمين تحولنا تصويت وتأهلت نحمد الله ونشكره مع أخواني، ووصلنا نصف النهائي، لكن الأداء الحلقة اللي طافت ماني راضي عنه نهائياً، وإن شاء الله أني أعوضها في يوم الثلاثاء القادم بإذن الواحد الأحد. وأخيرا حاب أشكر قناة بداية على برنامج الشادي اللي طور منا وخلانا نطلع المواهب المدفونة، وأشكر الإدارة وجميع من هو قائم على برنامج الشادي من قناة بداية. إيه هلا دمي يسعى وياخذ بالأسباب، والمجتهد ما ياخذ إلا نصيبه، لو طالت الطرقة وخيط الشفق غاب، البعد زرف على الركايب يجيبه، والطيب والمعروف له عدة أبواب، الصدق وجه الحق والكذب خيبة، وملغت أنا من درب المراجل وهو شاب، ما هو بمدرك حالي يا بان شيبة. يعطيك العافية يا مسفر، صح صوتك. كان هذا أداء الاختبار اللي كان من كلمات جابر نشيرة. وقبل ندخل على الأداء الثاني، نشكر للأمانة استوديو روافد شريكنا في هذا البرنامج، واللي مرافقنا بإذن الله تعالى إلى ختام البرنامج، على جهودهم اللي تكون معنا في كل حلقة من تسجيل وتدريب أداءات المتسابقين. مسفر، نسمع أداءك الثاني. لو هني من طرق صفق الهوى ثوبه، في قمتين تتعب ان الدار مراقيها، فعلوها يا جدل ملته، بسم الله، فعلوها يا جدل ملتع مطلوبة،
يظهر بها اللي عنا الانظار يخفيها يبرر ضمير عليه النار مشبوبة من وصلها قبل ثوب الليل يكسيها خطر هنا جاه رب البيت بعجوبة وقف وهو يرفع الونه ويرخيها. سوالف وانت سالم صح صوت كمس نستمع الى راي لجنه التحكيم. نبدا مع الدكتور. انتهيتك والحزن في الصدر جار وانت بمرك خيالي في مقابل الدهر وانت بمرك خيالي في مقابل الدهر بين دورات الليالي وانجبرنا بالصبر هي كذا بعض الليالي ما توفي باختصار تاخذ اللي من هموم صار مملي بالقهر وانت اللي رحت عني صار عمره ينقصر ابتديتك وانتهيتك والحزن في الصدر جار وانت بمرك خيالي في مقابل الدهر حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعتذر على هذا الانقطاع بسبب خلل فني بسيط. نعود لكم بعد أداء مسفر ونستمع إلى رأي لجنة التحكيم. نبدأ مع الدكتور فيصل. دكتور تفضل. حياك الله مسفر. أنا علقت على أدائك قلت لك أنت راضي عن أدائك الأول؟ لا ماني براضي. قلت لي ما أنت براضي. طيب الأداء الثاني زي ما قالوا الشباب أنا أحس قاعد تقرأ متن أو تقرأ عناوين أو تقرأ ما تقرأه والأداء فيه لا في إحساس لا في أداء صوتي لا في نغم لا في طرب لا في طبق ولا نزول ولا طلوع ولا أنا في حقيقة في الأداء الثاني ما يعني الدرجة تنقص عندك قليل يعني مو كثير على ما يقول عشان ما تزعل علي أبدا أبدا خضراتك ف
شوف يعطيك العافية يا دكتور. هذه ملاحظة على مستوى الأداء الواحد والرتم الواحد. أبو فارس مرحبا مسفر، الله يبقيك طول عمرك، يعطيك العافية. الله يعافيك. أنا بستأذن أخواني أبو سالم وأبو سليمان، وأنا مقيمك على الأداء الثاني، وأبغاك تسمعني شيء ترتاح وتغني وأنت مرتاح. أنت مرتاح، خذ راحتك وغن شيء يطربك أنت، ما نبيه يطربنا احنا. على خشم هذا شيء يطربك أنت، ترى مع عقب إذن أخواني وهم مطلقين، بس أني أبغى أسمع لك شيء يطربني. على خشم خذ راحتك، خذ راحتك مرة. على وانتي وانا تمعنا غريب الدار ملهيتا ما شاء الله تبارك الرحمن. مسفر كلام هذا قلناه الناس وايد وانت من ضمنهم. الواحد لازم يجي يكون مرتاح. اللجنة اللي قدامك ترى اخوانك، ما يحتاج ولا عندنا شيء الحمد لله في تكلف. الدعوة كلها يعني طرب وناس والحمد لله رب العالمين. فواضح انك كنت تحت ضغط نفسي، وانا مالوك. احيانا في امور احنا ما ندركها، انت تدركها اكثر منا، لكن تحاول انك تجرد منها، تطلعها برا، تكون يعني تغني وانت مرتاح. فشوف اداك الثاني غير اداك الاول، وانا متاكد ان حتى الدكتور بيغير رايه لو انه سمع الاداء هذا. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يعطيك العافيه ابو فارس. ابو سالم مرحبا مسفر، الله يبقيك طول عمرك، بيض الله وجهك عن مشاركه، والله لا يهينك وجهك. مسفر من اول ما شاركت معنا للتصفيات اليوم افضل مرحله لك، يعني في تصاعد. ابو فارس ما قصر، طلب منك الثاني، الحين بنقيمك على الثاني. الاوله انت تقول ما انت براضي عن مشاركتك الاول، بالعكس اداك في المشاركه الاوله 10/10، يعني هذا مسفر وهذا اداك. انا اتكلم عن لحن اللجنه ترى نفتاك سمعت. فالله يوفق ذا الوجه وياك، وفالك التوفيق، وان شاء الله نشوفك معنا في المراحل الثانيه. يعطيك العافيه ابو سالم، يعطيكم العافيه اعضاء لجنه التحكيم، يعطيك العافيه مسفر. خلونا